تعالى وبركاته. أحبتي الأكارم في كل مكان، متابعينا متشوقون جدا لعودة المنافسات الكروية عبر باقتكم البنفسجية بي سبورتس لا ليغا في جولتها الثانية مباشرة من ملعب الجروباما في مدينة ليون. أولمبيك ليون يستقبل محور دفاع فريق موناكو مع تيلو كيرير الألماني. كرة خطيرة الآن، فرصة لإلياس بن صغير يسدد الدوري المغربي، ولكن كرة سهلة للوكاس بير عن النقاط الثلاثة التي يعتلي بها الصدارة مشتركا مع باريس سان جيرمان الأمام منذ البداية على لقب الدوري الفرنسي. وهو غالب اليسار، تمريرة رائعة، ملك فوفانا راح فوفانا، ملك فوفانا يراوغ البلجيكي، كرة خطيرة تدخل تعليت تتسار، كرة تعود سريعة، تلعب سريعة، إيقاع كبير، إلياس يمر إلياس بن صغير، واحد اثنين تاكومي من أمينو لإلياس بن صغير، الكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان، لعبة والدخول تبوقة بارع فوفانا لعبها، لعبها رائعة، لعبها رائعة فوفانا، فرصة خطيرة نواما، نواما في حين بريلينبولو ورأس الحربة فيش يغير اتجاه الكرة باتجاهه إلياس بن صغير في صراع مع كلينتون ماتا. قوة كرة على اليسار للسنغالي إسماعيل جاكوس، فريق موناكو من فيليب كوهن، بطوها الكرة، كرة للسنغالي، للسنغالي كاميرا في مواجهة مواطني ناكاتي، ما زالت لإلياس، إلياس 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 أداتها في استرجاع يادين الزكريا، في كرة في المساحة لإلياس، يمر المغربي إلياس بن صغير، إلياس إلياس بلغت يا إلياس، يعود بالكرة ويبحث عن الحل، إلياس يسدد صار، تتدخل من فريق أولمبيك اليوم إلياس بن صغير الآن، إلياس بن صغير تحضير لبريلين بول وتاكومي من أمينو، ثلاث توزيعة والاستقبال والترويض والتسديدة ممكن، سعيد بن رحمة قوي لاعب متميز، كلينتون ماتا، ماتا لونغولي، تفوق من إلياس بن صغير، يمر عيد يحاصر ركزت كاميرا، ما زالت الآن لإلياس بن صغير والركنية فقط في نهاية الموسم الماضي. إلياس بن صغير، بن صغير يمر، إلياس بعيد عن عود إلى بريلين بولو مع تاكومي من أمينو، إلياس بن صغير يتحول بها لإسماعيل جاكوبس، هذه كرة هدف أول في المباراة، لكن يتمكن من استعادة الكرة الأخيرة. أو ليس بعد، كاكري محاصر من تاكومي، إلياس بن صغير، موناكو صار أفضل، صار يفرض إيقاعه وجودة لاعبي ضايعة إلى تماس، هذه الكرة يطالب بخطأ ولكن لم يكن موجود، كرة عرضية خطيرة لبريل إمبولو، إمبولو من أمينو، من أمينو الحارس في تبادل للأدوار الهجومية مع فريق الوال، إن كان موناكو أخطر اللعبة كانت قريبة جدا لأول هدف المباراة، قيل التهديف للأمانة. إلياس العكس تماما، موناكو هو اللي عنده، صار صار تأتي المساندة من سعيد، سعيد ومليك، سعيد بن رحمة خطيرة ولمن ي... إلياس بن صغير عرضية بلمسة، يمر الوقت، لاكازيت لا تتأخر، لاكازيت يمر، لاكازيت يراوغ، لاكازيت يزور الكرة، لاكازيت ما لعبهاش، تغطية لكرة تعود لفريق ليون لكن ضيعها بسرعة ميتلاند. إلياس بن صغير بالرغم من وجود مواهب، يعني ملك فوفانا، لاكازيت، سعد بن رحمة، ميكوتادزي، جيم ميكوتادزي يجول الكرة، ميكوتادزي يرفع النظر يبحث عن رفيق المتحرر، ميكوتادزي، ميكوتادزي لا خارج متوقع، فريق الوال على ملعبه، لولا بيري لكانت النتيجة واحدة.
العودة يا كرة صارت مرتدة خطيرة، أربعة ضد أربعة، أربعة ضد أربعة، الياس بن صغير تقوم من أمينو 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 من 31 هدف تلقاه فريق أولمبيك ليون منذ شهر جانفي 2024 وأكثر. سعيد كرة تعود إلى حارس انطلاقة من الوسط، إذن هذا الشوط الأول لقاء رقم 116 ما بين الفريقين. فيلاريكا عرضية إسماعيل تشاكوس ناكو فريق الوال يريد الفوز، إلا الفوز اليوم. تيز هولندي، تدخل من بيري من أمانة يجب أن نقول ذلك، ولا كرة صحيحة ولا إلى الخلف، تلعب سريعة داخلة أكليوف. سعيد بن رحمة يقاتل على الكرة، وصلت حيث يريد سعيد بن رحمة للكازات، عرضية دفاع براس فرصة ممكنة داخل منطقة الجزاء، تسديد كرة لمغنيس أكليوش للتحضير وتسديد الهدف الأول، الياس بن صغير يخادع يباغت لوكاس بيري النجم المغربي، يتمكن من تسجيل أول أهداف هذه المباراة لفريق الإمارة. الضغط يولد الانفجار والحاجة أم الاختراع والأزمة تلد الهمة، وهكذا الفرص سوف لم تأتي إلا بأهداف إلياس بن صغير يمر إلى الشباك البرص. سعى في تدخل كرة لأكليوش، فوفانا غير قادر على إيقاف هذا المدى الهجومي الثاني مكان خطير لإمبولو العارس. ليوش مباراة إلياس بن صغير يرغب وينوي فريق الوحيد